هيني توحشتك يا هاني، توحشتك توحشتك صح. قدرتش قدرتش سامحني برك، سامحني برك بنتي، سامحني برك، سامحني ما درتلهاش كيما الوالدين يديرون. حين تكثر الأهوال ويبكي الرجال فذلك يعني أن المصائب لم تكن هينة، ومشاكل هذا الكهل مع السكن شتتت أسرته، وهو اليوم لا يحلم سوى ببيت يأويه ليجمع شمل ذويه. درك أنا كنت من بلاصة لبلاصة نجري، كانت معي المرأة وكانت معي طفلة، ما هيش مستقر بلاصة واحدة، راحت هذه الطفلة راح، بقيت وحدي ما لقيت وين راح نروح. جيت لهنا عندي حبيبي هذا تاع الكاميرا هذا من الباركينغ، حبيبي تاع صغر جابني لهنا حطيني هنا، قال لي وراح تروح معنك وراح تروح. لم يجد هذا الشريد سوى هذه المركبة المعطلة المركونة بهذه الحظيرة للتخفيف من حدة الصقيع والهروب من واقعه الفظيع. ماني طالب حتى شيء، وين ندك راسي برك. سكان الحي هم سند هذا البائس، فهم لم يبخلوا عليه بالمساعدات مثل ما تبرزه هذه التصريحات التي تحمل الكثير من الآهات. تتوصل انه انسان قد يقول لي لا كارت دونتيتي تاعي راح تموت لي، ما عنديش كيف نخدم ريزيدونس، يعني النص تاعك يطيح. انا عملوا فيه بشي اللي كان جيراني كتر خيرهم، يعني الناس تحب تدير الخير وكلش، وان شاء الله ربي يسهل عليه بدويره وخلي يلم العائله تاعو مسكين. أن تتشتت عائلة لأجل سكن بسيط لا فاخر، فهذا يعني أن منظومة السكن عندنا معتلة من الآخر، وهي بحاجة لإعادة ترتيب الأمور لإسعاد المواطنين وهم أحياء لا حينما يسكنون القبور.